اليوم الكويت الإصلاح مو أمر تمني فيها. اليوم الكويت الإصلاح لابد يكون فرض، يعني خطوة قدام بالفساد دمر دولة. اليوم إذا ما كان في إصلاح واستدراك للوضع السيء، ما قدامنا إلا انهيار الدولة، انهيار الدولة اقتصاديا، انهيار الدولة سياسيا، انهيار الدولة اجتماعيا، انهيار الدولة في كل مناحي الحياة. صحيح الوقت ضيق في ظل حتى متغيرات إقليمية، لكن كويت اللي كانت أمس تقود العالم السياسي، اليوم حتى رؤساء حكام يمرون علينا. واضح المرحلة وصلنا احنا، لا في اعتبارات اخرى يعني، معلش يا جزء من مواقفك الثابته، يعني لا جزء من مواقفك الثابته، يعني خاصه اليوم ما يحدث القضيه الفلسطينيه، يعني الله يفرج عنهم، احنا عندنا موقف من طول عمر الكويت من عدم التطبيع، فهذا يخلي لديك انا عارف موقفك طول عمر متثابت، يعني موقفها صلب وواضح في القضيه الفلسطينيه، وكانت رائده في قياده المشهد السياسي، بس كانت تبادر. اليوم مبادر، ما في مبادر. اليوم احنا منشغلين في مشاكلنا، مشغلين في قضايانا، مشغلين باللي يشغلونا فيه. اليوم ما في تركيز. اليوم ودنا نتمنى يكون هناك نظام، نتمنى يكون هناك يعني خارطة الطريق، نتمنى يكون هناك هدف نعمل فيه سويا على انتشال البلد من القاع إلى القمة. وهذا ما يأتي في مشاكل، ولا يأتي في اضطرابات سياسية، ولا يأتي في صراعات. لا بس بغنا ممكن، يعني بعد ما وصلنا لليوم، يعني التعطل في شتى المجالات ونعاني منه في أي مجال اليوم، حتى شوف احنا عندنا إشكالية فيه، لكن في متسع من الوقت ولا لا؟ الحمد لله البلد موجودة، والشعب بلدنا، يعني احنا نعمل أهم شيء. نعم، أهم شيء قطار الإصلاح يركب السكة. ما يخلص اليوم، يخلص قدام. ركب السكة الآن ولا لا؟ والله نشوف راكب السكة الحين، على الأقل في القضية الإسكانية. ركب السكة عموما بالقضايا كلها صراحة لحد الآن الخطوات جيدة، والقضية الإسكانية أقول لك ركب السكة. تدفعكم هذه يعني الإنجازات التشريعية إلى الآن إلى استمرار التعاون مع الحكومة؟ طبعا، متى ما كان هناك إنجاز هناك استمرار للتعاون. إنزين إنجاز، وأقول لك شغلة للشعب الكويتي، إحنا بالنهاية ما إحنا خصوم من ترى لدولتنا، ولا خصوم للحكومة، إحنا خصوم للفساد فقط. في تعاون، في إصلاح، أنا أؤكد لك حنا من يحمي الحكومة، حنا من يعضد للحكومة، وحنا من يعين الحكومة إذا كانت ماشية صح، إذا كانت بالإصلاح. نعم، وماشية صح. انحرفت، نحن من يقومها ونحن من يحاسبها. إنزين، القانون القادم ونفرح لما تكون حكومة صالحة، يفرحنا. نعم، الأمر ما يحزننا الأمر هذا. أكيد